تصاعدت وتيرة الغضب الشعبي في إيران، حيث وصل المواطنون من مختلف المدن والمناطق الخروج في مظاهرات واحتجاجات واسعة على مختلف الأصعدة. هذا وخرج المتظاهرون احتجاجا ضد الفقر والبطالة وانتهاكات السلطات وفساد النظام. وواجهت المخابرات الإيرانية وقوات الحرس الاحتجاجات الشعبية باستخدام أقصى أنواع القمع والتعذيب ورصاص الحي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين. وفي الأحواز انتفض العرب ضد الممارسات العنصرية التي ينتهجها ضدهم النظام أو النظام الولي الفقيه لعقود طويلة. هذا وشهدت بعض المدن الإيرانية احتجاجات سلمية للعمال الذين يتهمون النظام بعدم صرف رواتبهم لفترات طويلة، علاوة على ظروف العمل القاسية وتسريح أعداد منهم.